خلينا نرجع تاني لارض الملعب ولاصاله الامير عبد الله الفيصل ونستكمل لقاءات ما بعد المباراه. اتفضلي يا هاني. مرحب بيك يا كابتن هيثم مره تانية، ولسه مستمرين معاكم في لقاءاتنا. ومعي بقى في هذه اللحظات حارس مرمى النادي الاهلي احمد وليد. ده طبعا ببارك لك على الفوز النهارده، وعايزك بقى تكلمني على اجواء المباراه. المباراه كانت سهله، قدرتوا تفوزوا بفرق سكور 59-8. عايزك تكلمني بقى على كل الامور المتعلقه بالمباراه. الله يبارك فيك. الحمد لله. ماتش سهل، بس الماتش ده زيه زي اي ماتش احنا بننزل نلعب عليه، ما بنحطش حساب من افريقيا اثيوبيا، احنا عايزين نلعب ال 100% بتاعتنا واكتر كمان عشان من الاصابات. فبس زي من الاول ما بدانا جامد لحد اخر دقيقه، ما ينفعش حد حتى يسرح شويه يعني، عشان ولا حد يتصاب ولا حد في الكيرف بتاعه يقل ولا اي حاجه. يعني طبعا ما كانش في وقت كبير بعد مباراه السوبر الافريقي، عايز اعرف بقى استعديتوا ازاي لمباراه النهارده، وكمان اكيد ذاكرتوا الفريق، فعايزك تكلمني عن كل الامور دي. ما كانش في وقت كبير، بس لا بصراحه ما ذاكرناش، احنا ما نعرفش الفرقه بصراحه، ولا ليها فيديوهات ولا ليها اي حاجه، هم بس لعبوها افريقيا السنه اللي فاتت، كم حد قال كلمه عليها كده بس احنا ما نعرفهاش. احنا يعني هنبتدي بقى نذاكر الفرقتين الجايين، عندنا سبورتنج معانا في المجموعه. يعني برغم كده بس انتوا عملتوا اداء كبير جدا على الفريق وقدرتوا تفوزوا بفرق سكور زي ما قلت. ما هو ال 100% او 200% بتاعت فرقتنا يعني، دي تدي اكتر من كده، طالما الناس اللعيبه مركزه من اول الدقيقه في الماتش لاخر دقيقه في الماتش، ان مفيش، مش عشان هم فرقه من اقل مننا شويه او حاجه ان احنا ننزل يعني، مش بنلعب، كل واحد بيلعب 100% بتاعته. حتى كابتن ديفيد ده هو ده اللي قايله، واللعيبه كلها قايله كده، وكلنا مركزين اللي هو هتستهتر في الماتشات دي، هتتصاب، هتلعب وحش، كيرفك هيقل 100,000 حاجه يعني. بس فهو ده اللي نازلين مركزينه في الماتش. بس يعني انتوا حتى الان عاملين موسم استثنائي، والحقيقه بتفوزوا بجميع البطولات، عايز اعرف بقى ايه هدفكم الفتره القادمه؟ هدفنا الكاس الكؤوس، هو السوبر خلص، كاس الكؤوس انا ما كنتش معاهم في الدوري والكاس، انا اعاره، بس من اول ما الماتش خلص السوبر تاني يوم خلاص لازم كاس الكؤوس يعني، دي هتغطي دي، ما فيش الاثنين كومبو كده زي ما بيقولوا. فخلاص السوبر خلص، تاني يوم داخلين بطوله جديده، هي ما فيش يعني للاسف ما فيش وقت، هو البطوله خلصت دي تاني يوم على طول، عندنا البطوله بدات، بس احنا ما كانش دايما عندنا ماتش قوي، كان بنات، ف مركزين على طول، خلاص البطوله الاولى خلصت، نركز بقى في اللي جاي. يعني هو ده النادي الاهلي دايما طبعا بيلعب على كل البطولات وبينافس على كل البطولات. بشكرك جدا والف مبروك مره ثانيه. شكرا، الف شكر عليك. شكرا.